بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. بحمد الله وبركاته عاد المصلون إلى المسجد النبوي الشريف اليوم من فجر يوم 8 شوال 1441 هجري الموافق ل 31 ماي 2020، وهذا بعد أن أمرت السلطات السعودية فتح المسجد بطاقة استيعابية 40%. وبهذه المناسبة التاريخية ترصد لكم قناة الاستضافة للموسوعة كيف تم توافد المصلين مع تفويجهم داخل المسجد مع مقتطفات لأغلب الصلوات. مشاهدة طيبة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس والتعليق، والسلام عليكم. قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر.